نهار ديال العيد باقي له نهار واحد لانني ما احترمتش الجائحه. خوش من غير الاذن ديال الجروب ديالي. المهم هي الوقفه ديالنا دات الناس من جهه واحده اخرى. انا خرجت بقيت كنخرج مع الناس, خرجت الجروب الاول, خرجت الجروب الثاني, الجروب الثالث, صافي بقيت كتخرج ميسا. انا خرجت مع الناس بقيت كنتسنى الناس ديال لي جروب ديالي, كنتسناهم بلاصه طونسبورت. خرجت الوقفه ديالي بقيت كتخطي فيا, كتزبل فيا, وطلع انا ما عارفاش اصلا انتينا نهار اللي سنيتينا هذاك الالتزام ما عبيتي هنا, ما قلتي لنا حتى شي حاجه, ما قلتيناش يعني انا ما عارفاش. وكنرغبها وكنطلب من الناس السماحه يعني, وكان هذوك هي كتخطي فيا وكتزبل فيا وما وقعتش, وخلاتني هكاك وبقات هكاك وصيفطوا لي الطرد. محترموا بانني انا عندي اربع ديال الاولاد وهجاله كاريه, محترموا عيد, محترموا جائحه ديال الكورونا, محترموا حتى شي حاجه, وطيحوا لي دموعي وطيحوا دموع وليداتي. يعني انا ما عملت حتى شي حاجه اصلا, هذاك استقرام ما قرات الناس وما فهمت الناس. خوش بقيت كنتسنى يعني بالقانون ديالي مطلعه الكمامه ديالي جالسه مهدكة, صافي بقيت كنتسنى الناس ديالي تيخرجوا. انا خرجت الباب وهي خرجت تبعتني وصيفطت لي الطرد ديالي للدار ديالنا. دابا هذا دابا انا خلتني انا مع انا ولادي ربعه ديال الوليدات وكاريه وهذاك ما عندي, ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما صراحة الله ما عملت حتى شي حاجه د العيب, وعاد هي اصلا ما قراتناش هذاك الاستقرار اللي هذاك, ما قراتناش شنو عديوش شنو ما عديوش. هذا هو شحال سنة انتي خدامة في المعمل؟ ربع سنين, عامين خارجة فيها ودابا ربع سنين وانا خدامة. دابا صيفطوا لي الطرد وعندي اربعة ديال الولاد وانا هجالة وكابية, ويعني ما عندي فين نكون, فين نمشي, فين نجي, ما احترموا عواشر, ما احترموا عيد, ما احترموا اطفال, ما احترموا حتى شي حاجة يعني, وما احترموش حتى هاد الجائحة هذه اللي حنا فيها. يعني هاد الجائحه هادي اللي حنا فيها خصنا نكونوا مضامنين مع بعضياتنا يد مع يد, ماشي حنا كنجريو على بعضياتنا كنطردوا بعضياتنا. يعني لينا فايت انا عملت لك شي حاجه, طلبت منك السماحه, كنعتذر منك, كان هذوك واخا هكاك وهي كتسب فيا وكتخطي فيا, وانا حاليا راسي حيت عارفه راسي درت الغلطه ميخرجش من الزنقه, قالوا لي درتي الغلطه وهكاك, وحاليا راسي واخا كتسب فيا وكتخطي فيا ومخلات ما قالت لي وهكاك, ومشيت للدار ديالي وبقيت انا وليداتي جالسه كنبكي, انا كنبكي ولادي كيبكي. دوزت نهار يومين نهار نهار العيد وصيفطوا لي الطرد. يعني شنو, واش انا ماشي مواطنه؟ هذوك الوليدات من هنربيهم, من هنكونهم؟ ربعه ديال الوليدات من هنكونهم؟ واش غنمشي نسرق نجيب ليهم؟ واش غنمشي نخطف ونجيب ليهم؟ انا خدامه تما 6 سنين وانا خدامه, الضب خرج شهرين وليت رجعت بحالي. كانت بنتي في السبيطار مشيت نعس معها في الكاما, ما جبتش كوغ ديالي وليت رجعت شهرين خرجت, يعني لمده 6 سنين وانا خدامه تما. صافي خرج دابا هما صيفطوا لي الطرد. صافي القرار ديال الطرد اللي جاك المعلم فيه القرار شني هو شني وعلى السبب شني طردوك دايرين فيه شني علاش طردوك؟ معلمني بانني خالف القانون. القانون ولكن شنو القانون؟ ما حدنش بالضبط شنو بالضبط اجراءات احترازيه. اجراءات مخالفه الاجراءات الاحترازيه بصفه عامه, يعني عباره محداش المضمون ديالها بالضبط. لا هما عندهم واحد المساله, هما كل جروب كيخرج بوحديته, كل فوش كيخرج بوحديته. هي ربما كان عندها كانت مزروبه ماشي ما عرفاش اصلا هي يدت الناس ديالنا كاملين داتهم جهه وحده خرجت لكن واحد المساله يلا قلتي هي باش حنا واحد المساله كنقولوا راه يمكن يكون خطا اصلا ما عرفاش المفروض انه التزموا حنا بالاجراءات الاحترازيه مفروض علينا, لكن هي داك الالتزام ما عرفاتو الناس. لكن شكون تاح لك انت الحق باش تقروا انه خطا جسيم؟ شكون تتح لك انت كباترون حق انك تقرروا خطا جسيم وتقول الخطا الجسيم هو سلطه تقديريه ديال القاضي ماشي ديال الباترون؟ عاد زيد عليها واحد المساله في قانون الشغل, قانون الشغل كاين مبدا التدرج في العقوبات, كاين الانذار, كاين الاقتطاع, كاين عاد كنوصلوا لا لا لا, 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 لا. انا في تقديري عامله وحده ارتكبت خطا في الاجراءات الاحترازيه ما لا يعتبر خطا جسيما. حنا ابناك دابا الان انا نهضر معك, كاين ابناك كيدوزوا عندهم وما عندهمش الاجراءات الاحترازيه وكيشد السيد الباشا وكيدير انذار وكيحط لهم الانذار, ما كيطبقش عليهم الغرامات نيشان. المره الاولى كيدير له انذار, هذا دليل كبير عندنا, بمعنى انه لو كان اعتبروا شي خطا كبير مفروض يحيلوا على وكيل الملك يتابعوا جون عيان. لا
كيدير له انذار ويحط له الانذار تما، بمعنى في حاله الاعاده وفر لي هذا الشيء هذا، وفي حاله لا تصدق وفي حاله الاعاده ديال هذا الشيء ديال هذا السلوك هذا ايه ممكن تاخذوا واحد الاجراء. هذا كيدار مع الابناك وكيدار مع الحوانات وكيدار مع واحد المجموعه عامله لا حول ولا قوه لها مسكينه كتلقى طرد الخبز تما، دارت واحد الغلط ها جيتيني شان حاسبتيها بالخطا الجزائي بالفاصل. هذه سياسه انتقاميه، دلك شنو نهضروا حنا على السياسه الانتقاميه؟ هذا باغي غير يتنصل من الالتزامات تجاه العاملات. اليوم هذه غدا وحده اخرى غدا وحده اخرى، راه كاينه وحده اخرى مطروده ياك، راه طرد ثانيه. بمعنى السيد عندهم خطه داخل المعمل باش يتنصلوا من الالتزامات تجاه العاملات، علاش؟ ماشي باش يحيد عدد العمال، هو عدد العمال غيبقى خدام بهم الى الازل، لان مطلوب ديك المعمل يخدم واحد العدد كبير ديال العاملات. هو وعدو ديك القضيه ديال باغي غربل، باغي غربل، قال هذا لا تصدعني في النقابه واللي ما كتسمعليش الهضره ديالي وهذه غربله، هذه فرصه كورونا باش نغربلوا حتى هادو ونحطوا ناس جداد. واش كيستافد منه هو؟ الجديد اصلا ما عندوش حقوق الاقدميه، يعني كيطيح التكلفه ديال الحقوق الاقدميه وباقي عنده الجهد. هادشي حنا كله كنعرفوه في المقاولات كامله كتبغي ديرو، لكن كتلقى راسها مجيفه بالقانون، لان القانون كيحمي حقوق الاقدميه، القانون كيحمي حقوق الحق الحق الحمايه الاجتماعيه للارض، كيحمي واحد العدد. من حقك شي دير امور بالكانه ديالك كباترون، هذاك الشيء كنهضروا حنا في دوله القانون، يطبق القانون صافي. وعلى السلطات ما ديرش تجاوزات معاه في خرق القانون بدعوى انه ماشي كل الامور كتمشي بالقانون. لا خير، راه هذه طرف دخول الناس وهذه اجور الناس، هذا الشيء خصو يمشي بالقانون، هذا الشيء خصو يمشي بالقانون.